وقد أجمع البرلمانيون على الإشادة بمضمون الخطاب الذي يشكل خارطة طريق واضحة المعالم للحكومة والبرلمانيين من أجل تنزيل البرامج على المستويات الاقتصادية والاجتماعية. وقد كان الخطاب الملكي سامي وبمثابة خارطة طريق فيما يخص اشتغال نحن كبرلمان هذه السنة واشتغال الحكومة بصفة عامة، مع التأكيد على أنه مخلفات الزلزال والتي أظهرت تلاحم وطني كبير هي من بين الأولويات التي يوليها صاحب جلالة عنايته الخاصة لا في إعادة الإعمار ولا في كذلك تأهيل العنصر البشري هناك، وكذلك الجانب الاجتماعي المتعلق سواء بالحماية الاجتماعية أو التعويض كذلك التي ستكون فائدتها عامة على كثير من الأسر المغربية سواء في إطار السجل الاجتماعي أو كذلك الأسر المعوزة التي تفتقر إلى دعم حقيقي. وأعتقد بأن هذه بداية سنة حقيقية برلمانية سيكون الجانب الاجتماعي والدولة الاجتماعية أساسي فيه وفق التوجيهات الملكية السامية. خطاب سيدنا الله ينصره خطاب تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خطاب لخص الحاضر بكل ما فيه من تميز ومن تقدم ومن ازدهار، ورسم معالم غد ومستقبل كله تقدم كله فقر كله إن شاء الله إلى الأمام. تحدث سيدنا الله ينصره على ما قام به المغاربة أثناء أزمة الزلزال الذي ضرب الحوز والذي أبان فيه المغاربة على أنهم يد واحدة قلب واحد شعاره الله الوطن الملك. اليوم بحقيقة هو يوم تاريخي كعادة خطابة جلالة الملك في افتتاح يعني الدورة يعني الخريفية من كل سنة. هذه السنة تميزت أولا بالتذكير بثوابت الأمة في أبعادها الثلاث، مع التذكير على أهمية الأسرة في علاقتها مع يعني مشروع إصلاح المدونة في الست أشهر القادمة، وأيضا ما يتمتع به المغرب من أوراش في الشكل الاجتماعي والحماية الاجتماعية تم التذكير به. الخطاب أكد وتمنى وذكر كذلك بالتضامن والتماسك اللي عرفوا الشعب المغربي خلال زلزال الحوز. هذا الزلزال اللي مرة أخرى أبان على أن المغرب عنده توابت، بأن المغرب عنده يعني قيم ما يمكنلوش يتخلى عليها، وهذه القيم كلها كتبان أثناء الكوارث أثناء الصعوبات لتجاوزها. وهذا يؤكد على أن جلالة الملك متتبع لكل صغيرة وكبيرة بعد هذه الفجعة، ومهتم بالأسرة المغربية اللي هي عماد هذا البلد من خلال مجموعة من المشاريع، أولها الحماية الاجتماعية ودعم المباشر للأسر، ثانيها كذلك مدونة الأسرة التي ستعرف يعني تعديلات مهمة ستساهم في تقوية الأسرة المغربية. نحن فخورون بجلالة الملك الذي يهتم بشعبه العزيز، ونحن متأكدون بأن بلدنا الحبيب بشعبه وملكه له مستقبل صار إن شاء الله. يعني هناك ضرورة التركيز من جديد على ضرورة إعادة بناء منظومة القيم. اليوم كان تأكيد على القيم الرفيعة المجتمع المغربي ليبين عليها الشعب المغربي قاطبة مع الكارثة والفاجعة ديال الزلزال الذي أصاب بلادنا وشعبنا، يعني واللي بين بأن المغاربة قادرين على التضامن، قادرين على أنهم يساهموا في النهوض بهذه الساكنة التي قدمت شهداء واللي انهارت المنازل ديالها.